فلا بد للأخلاق السيئة لدينا أن نغيرها، لا بد أن يكون لدينا برنامج للهدوء. البيت سكن، فكيف يكون سكن وأحدنا كأنما هو قنبلة مضغوطة إذا رفعنا عنها الصمام انفجرت في وجوهنا؟ نعم، البعض منا أيها الأحباب دائم الصراخ، دائم التهديد، يهدد بالطلاق، يهدد بالضرب، وبعض النساء أيضا دائما في حياتها أنها تهدد. فلا بد أن نسكن البيت، ابتسامة جميلة، دعاء جميل. كان الأولون اللي منهم يريد أن يغضب يقول الله يهديك تراك شغلتني، الله يهديك، الله يصلح قلبك. كان حتى غضب الأولين دعاء دعاء. ونحن الآن بعضنا إذا دعا على أبنائه دعا بالطواعين والأمراض والأوجاع. يا ناس أيها الأحباب، حتى يكون البيت سعيدا كل أخلاقك السيئة سجلها، ثم فورا ابدأ عالجها وأدر الغضب في قلبك. وأيها الحبيب، إذا غضبت أخرج من بيتك حتى تكون هادئا ساكنا، ثم ادخله وأنت هادئ الطباع، أسعدكم الله.